الصحراء حيث ندرة الموارد والخيارات المحدودة. هنا وسط هذه الكثبان الرملية تعايش الإنسان الإماراتي مع الطبيعة الجافة، وأوجد لنفسه نمط حياة تأقلم فيها مع معطيات هذه البيئة القاحلة. اصطاد الطيور الجارحة ليؤمن غذائه. في حلقة هذا الأسبوع من الصقارة كنا حريصين على متابعة ردود أفعال الناشئين الثلاثة فارس البدواوي وفيصل كتبي وأحمد المزروعي بعد مشاركتهم الأولى في شوط الناشئين من بطولة نادي الشارقة للصقارين للتلوح. مع برودة الجو في المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة خلال فترة المساء، ذهبنا إلى ميدان البطولة رفقة الناشئين الثلاثة والمدرب محمد سالم السماحي. الفكرة من تمرين الهدد اليوم هي الوقوف على طريقة طيران الطيور الثلاثة لمتابعة التلواح والانقضاض على الهدف بعد الطير في مسار طيران ثابت قدر المستطاع. سيكون تمرين الهدد اليوم للوقوف على الأخطاء التي وقع فيها الناشئون الثلاثة خلال مشاركتهم في بطولة النادي مطلع ديسمبر الجاري. محمد سالم السماحي تابع الطيور الثلاثة في المسابقة ودرس حركتها بشكل جيد. يبدو أن لديه خطة معينة لمعالجة تشتت الطيور الثلاثة عند الطيران في المسار. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من هذا الأسبوع لبرنامج الصقارة. طبعا في حلقة هذا اليوم نحن مستضيفين الشباب المشاركين اللي هم في فئة الناشئين وأيضا مدربهم محمد سالم السماحي اللي بيعطونا اليوم انطباعهم عن مشاركتهم ودروسهم من خلال أو الدروس اللي حصلوها من خلال المشاركة في البطولة التي أقيمت من قبل نادي الشارقة للصقارين وخاصة في فئة أو في شوط الناشئين. أبو سالم أعتقد بالنسبة لأجواء البطولة كانت أجواء مميزة، الجميع كان يعني مستانس بالتنظيم بالأشواط أيضا المخصصة للفئات المختلفة من الصقارين وأيضا من الطيور. خبرنا، عطنا أنت انطباعك كيف شفت الوضع العام بالنسبة للبطولة. والله الأجواء طال عمرك كانت زينة وعدد كان كبير الحمد لله مشارك، وهي كانت شارها 4 أيام وفيها كذا فئة في الأربع أيام هذه، والعدد اللي شارك تقريبا في الناشئين 23 طير، يعني مو بعدد بسيط. مسالم بالنسبة للشوط الناشئين كان العدد وايد كبير بالنسبة ل 23 طير مشارك في هذا الشوط، ما بسهل أنك أنت اليوم توصل لهذا العدد، لكن
سؤالي، هل كانت في صعوبة وتحدي بين المشاركين؟ نعم، في كانت صعوبة. نعم، وين الصعوبة كانت؟ في وين؟ في زيادة أعداد المشاركين أم لأن مستوى الطيور كان مستوى جدا يعني مميز؟ لا مستوى الطيور كانت قوية في الشوط، والعدد طال عمرك هو أتوقع كان 23. نعم. طير تقريبا، وهذه علومهن. نعم. زين، بالنسبة أداء الشباب كيف شفتوه؟ أول مشاركة لهم أعتقد والله ما قصروهم، ما فيها صعوبة كانت بالنسبة لهم؟ لا الحمد لله. نعم، في عندهم شوية حفوز. نعم، على أساس أنهم أول مرة يشاركوا في الشارع. وعدت على خير الحمد لله. الحمد لله. بعد تجربته الأولى في بطولة نادي الشارقة للصقارين للتلواح، خرج فارس الودواوي بمجموعة من الدروس المستفادة التي يتعين عليه التركيز عليها خلال تمارين الهدد المقبلة. فارس، بالنسبة للبطولة أول مرة كنت ساير تشارك، كيف كان شعورك؟ كان شعوري فرحان لأني دخلت أنا أكثر من مرة إشارة، لكن هالمرة فرحت أكثر. ليش؟ طيرة الخاص السنة. لأن طيرة خاصة السنة وعاد إشارة غير تغيرت، مو كان الناس قبل. كان هد أول ما هد كان في المركز الثاني ترى هو. كنت في المركز الثاني. إيه. نعم. زين، يوم كنت في المركز الثاني، شو اللي يعني كنت تفكر فيه أنت فوقتها؟ التفكير وين كان تفكيرك؟ كان تفكير ان اطلع مركز الاول، وعد كنت ابغى مركز الاول، طلعت مركز الثاني الحمد لله. الحمد لله. زين فارس، اسم طيرك الذيب صح؟ اي نعم. نعم، شو رايك في اداء الطير؟ والله زين الحمد لله. محتاج تدريب شويه. أبو سالم، أداء طير فارس شو شفت أنه يحتاج؟ والله أداء طير زين. نعم ويا بمركز الطير، لكن طيور أقوى عن طيرة. نعم، هذه بسبب ونزل بسبب خبرة أو طيور قديمة كانت مشاركة قبل؟ والله ما أدري بها، بس في كانت شارة قبلنا في دبي نحن. نعم. ومشاركين، فاللي بيشارك بطير ما بيجي بطير عادي. نعم نعم، جاي بالناموس. ايه بالاول. نعم. ما حد يبقى الثاني ولا الثالث اللي مشارك. نعم. فارس، شو اللي استفدت من هاي المشاركه؟ استفدت اني اول ما دخلت يتب اشارك يعني هالطيري، تعلمت كيف امسك الطير. قبل كنت اخلي الطير شي تحت، لكن بعد ما تعلمت سويت ارفع فوق. ترفعه فوق. ايه. نعم. عندما أطلق فارس البدواوي الذيب في المسابقة، بدأ بشكل قوي ومستقر على طول المسار حتى قطع مسافة 300 متر. بدأ بعدها يخرج عن المسار صعودا، الأمر الذي كلفه مزيدا من الوقت. النتيجة النهائية لفارس والذيب كانت 19 ثانية و737 جزءا من الثانية. لم تكن تجربة فيصل الكتبي أفضل من فارس البدواوي. كلا الصقارين خاضا مشاركتهما الأولى في بطولات التلواح. أداء مبشر، وهو الصقر الخاص بفيصل الكتبي كان مختلفا عما كان عليه الوضع في التمارين. زين فيصل، أعتقد أول مشاركة لك، أول بطولة بعد تدريب يمكن كمل 3 شهور تقريبا مرحلة التدريب، دربت طيرك وحاولت قد ما تقدر أنك تستفيد من خبرة المدرب وخبرة الناس اللي حولك. خبرنا أنت بداية البطولة شو كان شعورك؟ خبرنا عن شعورك وانت جاي تشارك في هذا اليوم. والله كان حفوز. زين، كنت والله حفزان، بس الحمد لله شاركت وبعدين خاز الحفوز. كنت مستانس أنك ساير تشارك وأول بطولة لك تشارك فيها؟ إيه نعم.
نعم. التحدي كيف شفتوه؟ المنافسة كانت صعبة؟ صعبة. شو الأشياء اللي أو الصعوبة اللي واجهتها؟ هل هو لأنك أول مرة تشارك كنت خايف من شيء؟ شو الشيء اللي كان مخوف منك؟ والله هو إني أول مرة أشارك. أنك أول مرة تشارك؟ إيه نعم. نعم. النصائح اللي عطوك إياها استفدت منها؟ إيه نعم استفدت. زين، أداء الطير كيف شفته؟ والله زين. 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 لا 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 لا. يوم عرفت أن في عدد مشاركين وايدين خلاك تخاف شوية؟ إيه نعم. من أي ناحية؟ صعوبة و. يبقى الأول. كنت بالأول. إيه نعم. نعم. وإن شاء الله أنك البطولة الجاية بتأخذ الأول. إن شاء الله. إن شاء الله. كان فيصل الكتبي رابع المشاركين في شوط الناشئين. انطلاقة مبشر كانت قوية منخفضة على طول مسار السناح، ولكن مع وصوله لمسافة 200 متر سرعان ما بدأ يرتفع وبدأ يطير نحو التلواح في مسار غير مستقر. كلفه ذلك 23 ثانية و418 جزءا من الثانية. ربما كانت تجربة أحمد المزروعي هي الأقل كفاءة بين التجارب الأخرى، بالرغم من أن أحمد كان الصقار 14 في ترتيب الصقارين بحسب نتائج القرعة التي سبقت البطولة. أحمد المزروعي، أنت شاركت في البطولة وأول مشاركة لك، خبرنا كيف شفت أجواء البطولة؟ كان زين أجواء البطولة وكان جيدة. زين، يعني ما شاء الله، يعني عدد طيور ما بشوي، يعني العدد هذا اللي مشارك، لكن يوم عرفت أن العدد هذا اللي مشارك كان 23 طير خفت شوية؟ شوية، لأن قلت يعني التحدي بيكون صعب. هاي بيكون صعب، يعني بيكون صعب إني بمركز الأول. نعم. زين، شو اللي استفدت، شو اللي تعلمت من البطولة؟ تعلمت نقطة ضعف طيري، وإن شاء الله نعالجها، يعني نساعد عشان تكون أحسن إن شاء الله. مدربة. أحمد، شايف أنت أن طيرك بيحتاج تدريب أكثر؟ هاي أكيد. نعم. زين، التقيتوا يعني بهالخبرة صقارين في البطولة، قدرتوا تستفيدون منهم تتعرفون عليهم؟ اها لقينا وايد. احمد، خبرنا كيف شفت البطولة او شو اللي استفدت من البطولة؟ هاي البطولة علمتني نقاط ضعف طيري، وتعرفت على طيري اكثر، وتعلمت من الناس اللي فيها اللي عندهم خبرة، تعلمت كيف يعني شو لازم اسوي عشان يستوي طيري احسن وبس. البطولة هاي عطتك دافع للبطولات الجاية بأنك تشارك أكثر؟ أكيد. عطتك حافز أنك تشارك في البطولات الجاية تجيب مركز؟ إن شاء الله يجيب مركز. نعم. إنزين، هل تعتقد بأن طيرك لأن أول مشاركة له ما قدرت يجيب فيه المركز الأول؟ هو لازم ندرب الطير أكثر عشان يجيب المركز الأول. ويشارك بطولات أكثر؟ إيه، لأنه مستحيل من أول مرة إني بطني المركز الأول. نعم. إن شاء الله نتمنى لك الناموس إن شاء الله في البطولات الجاية. دخل أحمد المزروعي إلى السناح، كان يراقب كل شيء حوله إلى أن وصل صقره الجارح وأمسكه بيده. أزاح برقع الصقر سريعا وبدأ الجارح بالطيران وبمستوى أعلى من المعتاد في الأمتار 50 الأولى، خرج تماما عن المسار وطار بعيدا. انتظر الجميع لحظات فقد يعود إلى المسار، ولكنه لم يعد. انزعج أحمد المزروع من أداء الجارح، ولكن القصة بقي بكل تأكيد.
محمد المزروعي بات يعلم ما عليه فعله خلال التمارين وما هي الطريقة المناسبة التي يتعامل بها مع الجارح قبل المشاركة في أي مسابقة أخرى. خليفة، أعتقد أنت كنت موجود أيضا في البطولة، خبرنا شو رأيك في أجواء البطولة؟ والله كانت أجواء طيبة، شفنا الصقارين، سلمنا عليهم، تعرفنا عليهم، خلنا من عندهم خبرة في الطيور. نعم. والواحد يوم يشارك بطير ما يستوي ياخذ الأول من أول مرة، الصقار لازم يكون عنده صبر ويدرب طيره ويا الوقت إن شاء الله بياخذ الأول وفي النهاية نصيب. نعم. زين، بالنسبة للبطولات الجاية بتكونون جاهزين إن شاء الله بشكل أكبر؟ إن شاء الله بإذن الله نكون جاهزين وبتدرب طيورنا بعد. نعم. يبغالهم تدريب شوي. خدتوا خبرة الحمد لله من هاي البطولة، تعرفتوا على أشياء وايدة تخص الطير وأيضا تخص أيضا توقيت البطولة، أمور كثيرة. نعم. عرفنا بعد الطيور شو نقاط ضعفها نعالجها إن شاء الله في الوقت. تمرين الهدد اليوم انتهى بنتائج جيدة، حرص الناشئون الثلاثة والمدرب محمد سالم السماحي من على دراسة سلوكيات الطيور الثلاثة أثناء الطيران في مسار السباق لمعالجة التشتت لدى الطيور وخروجها عن السناح على طول مسافة 400 متر. في الأسابيع القادمة سيكون هنالك العديد من التمارين الحية للهدد للوقوف على مستوى تطور الطيور من حيث السرعات وسلوكيات الطيران في مسار مستقيم وثابت. إذن مشاهدي الكرام، مثل ما سمعنا وياكم هذا كان حديثنا مع الشباب اللي كانوا مشاركين في البطولة وأيضا مدرب محمد سالم السماحي. طبعا تعرفنا عليهم بشكل أكبر وعن انطباعهم بعد المشاركة الأولى لهم في البطولة. إذن وصلنا وياكم لنهاية هذه الحلقة، ترينا إن شاء الله في الحلقات القادمة بحيث أننا نتعرف أكثر في هذا المجال.